طاقم تحكيم اليوم بقيادة الحكم الدولي السابق محمد فاروق، حكم ساحة، حكم مساعد أول أحمد توفيق، هناك حكم مساعد ثاني الحكم هاني عبد الفتاح، وحكم أيضا رابع هشام توفيق، بالإضافة للحكم الخامس نادر قمر وعبد العزيز السيد. هذا بالنسبة لطاقم التحكيم في هذا اللقاء اللي انطلق في هذه اللحظات. كرة اللعب الآن نادي الزمالك، الكل يترقب ملعوبة أمامية خطرة، لكن فيها راية وتسلل على عبد الله جمعة، حرة عبد رب والسبق وانسجل من خلال هذه المسافات عبد رب حسني، حطها بالجول، الله، لكن وين؟ إلى خارج الملعب، بعيدة بعيدة من حسني عبد ربه. بافور أمامية إلى حسني عبد ربه، حسني يا سلام عليك، كالدرون كالدرون بالجول، الله، لكن إلى خارج الملعب. محمود دونجا، كرة تعود، شوف التغطية الآن وتعود للخلف من طارق حامد، خطرة، وتأتي التغطية في الوقت المناسب، كرة كانت خطرة على لاعبي نادي الزمالك، ويمر كالدرون، مكردرون يلعبها، خطرة خطرة خطرة، تخلص إلى خارج الملعب لضربة ركنية، لضربة ركنية درويش. وحتى أيضا في المتعة الكروية حتى الآن في هذا اللقاء، وإن كان متعة الأهداف هي متعة كرة القدم هي الأهداف، كما ذكر أيضا رحمة الله عليه شيخ المعلقين، خطرة، الله 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 الله، خطرة مرة ثانية، لكن أيضا يخلصها الشناوي، يتألق الشناوي. 45 دقيقة، أن يقدم كرة جميلة، أن يقنع جماهيره بأن كلا الفريقين قادران على المنافسة على بطولة هذا الدوري، خطرة، سيقول الله، وصفارة محمد فاروق الحكم الدولي السابق تأتي في هذه اللحظات لتعلن عن تعادل سلبي ما بين الفريقين الزمالك ونادي الإسماعيلي في قمة مواجهات هذا الأسبوع، الأسبوع 13 من الدوري المصري لكرة القدم. حكم هذا اللقاء هناك محمد عواد، بهاء مجدي، ريتشارد بافور، محمود المتولي، باهر المحمدي، إسلام عبد النعيم، وعماد حمدي، وحسني عبد الرب، محمد فتحي، وهناك في الأمام إبراهيم حسن ودييغو كالدرون المحترف الكولومبي. الإسماعيلي بشكل جيد واستطاع أن يأمن، وكرة مرتدة الآن، والكرة المرتدة خطرة، قول الله 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 الله، واحد من أجمل الأهداف، واحد من أكثر الأهداف ممكن تشوفها مرة واثنين وثلاثة. هدف كالدرون هو الهدف السابع في كرة عالطاير، عالطاير يا كالدرون، وصاروخ أرض جو يحطها على يمين الشناوي، دييغو كالدرون يفتتح أولى الأهداف. وقلت لك إن الإسماعيلي راح يخطف المباراة من كرة مباغتة، من كرة مرتدة، هنا كان الخطأ من عقال، ومباشرة في الجول من فكر عالي وسرعة تصرف وحسن تصرف أيضا للاعب كالدرون، هدفه هو السابع في البطولة المحلية. هنا دي صبر فعل، وصبر أيضا دي صبر، سباستيان المقصة نادي المقصة ونادي المصري، توفيق، ملعوب، الله، في يد محمد عواد، في يد محمد عواد، يا كان ممكن يلعبها في الامام، خطره، ما في تسلل، ما فيش تسلل، خطره خطره، ملعوبه وتمر الى خارج الملعب. لولا التعثر ولولا عدم التركيز في اللقطه الماضيه من اللاعب وجيه عبد الحكيم، انت نازل طازه فريش لدونجا، يلعب كره اماميه، هو هذا المطلوب اللي قلت لك عليه، ملعوبه يا راجل، حرام عليك حرام عليك، يأمن فيها النادي الإسماعيلي الهدف الثاني. كرة في الأمام، هذه الكرات اللي ذكرتها وهي الكرات خلف المدافعين، ملعوبة، خطرة، قول الله الله، مرت وعدت على الزمالك، مرت وعدت بسلام. يا عبد الحكيم، وجيه عبد الحكيم، وأوباما، وكالدرون، وشوف يعني دائما ما نرى مثل هذه
اللقطات وبطاقة صفراء لكالديرون من الحكم محمد فاروق. نتمنى أن تمر المباراة وفي لحظاتها وفي أيضا الدقائق القادمة أو الثواني القادمة، وهنا بطاقة حمراء لكالديرون، حمراء لكالديرون. كالديرون الكولومبي محترف، يجب أن يكون ملتزما أكثر. كالديرون اللي يغادر ملعب المباراة ببطاقة حمراء. ركنية إبراهيم حسن يلعب، إبراهيم تمر للاعب أيضا اللي عجبني في هذا اللقاء بهاء مجدي، كرة بتصل وتصيبة قوية الله، لكن في يد حارس المرمى للزمالك اللي يحاول التركيز الآن في كل كرة في كل تمريرة، وكرة أمامية ملعوبة براسية خطرة بالجول تتهيأ وتصويبة، لكن إلى خارج الملعب في صافرة. وصفارة من حكم اللقاء بطاقتين صفراوتين، وبالتالي لكن أخذ البطاقة الحمراء. خطرة ممكن تلعب الله من أتشنبوغ، من أتشنبوغ. يجب أن الزمالك يركز في الكرات. في الخمس دقائق انتهت وتبقى لحظات هي المتبقية، وبالتالي الكرة تصل وصافرة النهاية تأتي في هذه اللحظات. مبروك لنادي الإسماعيلي الثلاث نقاط، مبروك أيضا نادي الزمالك اللي قدم أداء قوي في هذا اللقاء. وبالتالي عودة مشاهدينا الكرام إلى الاستوديو التحليلي، كان معكم في التعليق خالد حسن، عودة إلى زميلنا الكابتن مدحت شلبي، فإلى الاستوديو التحليلي.